إسرائيل في بحر من دماء. عاوزين نعرف أولادنا ونعلم أولادنا حقيقة اليهود، حقيقة اليهود، ونقول لهم بأن هؤلاء لا يمكن أبدا أن يحققوا سلاما أو أن يقبلوا السلام، ولن يقبلوا أي قرار دولي لا من الشرق ولا من الغرب، لأن اليهود لا يعرفون إلا القوة. يعني أنا أذكر عبارة الإرهاب الكبير مناحم بيجن الذي قال إننا نحارب إذا نحن موجودون، إننا نحارب إذا نحن موجودون. هؤلاء هم الإرهابيون حقا، هم متطرفون، هم مصاص الدماء، هم السفاكون، هم سفاح الدماء. يعني اقرأوا تاريخ اليهود من أوله إلى آخره، اقرأوا تاريخ اليهود من أوله إلى آخره، من أول لحظة إلى آخر لحظة الآن، إلى آخر لحظة الآن. هؤلاء متخصصون في سفك الدماء وفي الإجرام وفي القتل، حتى في قتل الأنبياء، حتى في قتل الأنبياء. يروى أن بني إسرائيل قاتلوا أكثر من 70,000 نبي في يوم واحد، في يوم واحد. هم يريدون أن يستأصلوا شأفة الوحي، ليس شأفة الناس. لا يريدون وحيا، لا يريدون طهرا، لا يريدون دينا، لا يريدون شرعا. سر القتال الدائر بين اليهود وبين غيرهم، أساسا حتى ينفردوا بقيادة العالم الروحية والعقدية ثم بعد ذلك الجسدية. شعب الله المختار يعني هم الشعب، وكل من دونهم ليسوا بشعوب. بمعنى هم بني أدمين وغيرهم مش إنسان، هم ناس وغيرهم مش ناس، هم بشر ربنا اختارهم ليكونوا قادة الخلق. طب والخلق الباقي، بقيت الناس بقى عبارة عن إيش؟ خلق. عبارة عن خنازير. دي حقيقة. خنازير. أمال شكلهم بني أدمين ليه؟ علشان يليقوا بخدمة اليهود، عشان يليقوا بين اليهود، يستخدموهم ويمططوهم ويمصوا دماءهم. لذلك هو لما بيروح يقتل طفل فلسطيني، هو بيقتله على انه خنزير صغير. ايه الفرق بين ده وده؟ بل بالعكس، هو ممكن يرفق بالخنزير لانه ده حيوان ما بيأذوهوش وما بيحاربوش وما بيمسكوش حجر، ولكن الطفل الفلسطيني ده اشد عنده واقل من الخنزير. هذا السفاح الذي قاد الحملة بعدها باشهر، الحملة على جنين في 2003، راح الى امريكا وطلع في مكوك فضائي من وكالة ناسا. من وكالة ناسا انطلق المكوك، بعد دقائق وصل الى ارض تكساس، ولاية يعني ارض الرئيس بوش. ثم تحطم هذا المكوك مع اكبر خمسة من الامريكان علماء الفضاء، وهذا القائد القوات الجوية الصهيوني كان معه. تحطم ونزل اين؟ والله يا شيخ محمود ما كنت اعلم، اقمت في امريكا ما اقمت، ما كنت اعلم ان هناك مدينة في امريكا اسمها فلسطين. ما وقع المكوك الفضائي يا شيخ مصطفى الا في مدينة فلسطين، ولاية تكساس، ولاية الرئيس بوش. سبحان الله. الحجارة اللي بتمسكوها وتلقوا بها اليهود بتكره اليهود، بتكره الصهاينة، لان الله تبارك وتعالى انبانا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: لن تقوم الساعة حتى يقتتل اليهودي والمسلم، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فيقول الله، يقول الحجر أو ينطق الحجر والشجر، يقول: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله إلا الشجر الغرقة. إذا القنابل حتى الأحجار هم تتحول إلى، هم عندهم يقين وبيزرعوا زرعوا يعني الحجارة نفسها على درجة من اليقين ومن الوعي تفرق بين المسلم واليهود. صحيح. وتنتصر للمسلم. والله ستلقى أمريكا التي أمدت هذه المعارك دائما بكل ما تحتاج.